اي حد ذوي احتياجات خاصة بيجي يتعلم مجانا ليه؟ علشان احنا في الاول وفي الاخر باصين للمرأة، المرأة دايما معيلة، هي اللي شايلة المسؤولية دايما بنسبة 99%، فكمان بيبقى في تحدي معاها اكتر، فاحنا لازم نقف معاها. يعني هي الست في مصر يعني مظلومة. لا مش في مصر بس. لا يعني دايما هي اللي شايلة المسؤولية. هي اللي دايما شايلة المسؤولية. ست مظلومة في مصر؟ ده انا بيجي لي دلوقتي مشاكل من امريكا. مام مصر مصر ايه يا حبيبتي؟ مصر ام الدنيا. فاقصد حاجه ان احنا نقف معاهم. احنا مفرومين في كل العولة العالم يا ماما. طيب الست المفروض اللي هي مطحونه دي، انت قررتي ان انت تساعديها بشكل ما، فبالتالي انه لو هي عندها مثلا، لو ست كبيره عندها عياله من ذوي الاحتياجات الخاصه او حد من ذوي الاحتياجات الخاصه يجي يتعلم في عالم من الاكاديمي ما ينفعش ولا اه بالظبط. الله يبارك لكم.